بسرعة يا جماعة بسرعة عشان القضية يعدينا. القضية تقريبا خلصت. ما هو البركة فيك يا أستاذ، وإحنا كلنا تحت أمرك، وأدي دفعة من الأتعاب. باقي فين يا حاج سندس؟ أيوة ما هو بس وهبتي دير بالكم. أيوة يا أستاذ بس يعني ارحمني. ما بسش خليك حلو، ده كان إعدام. ما فين الرتبة؟ إزاي يا أستاذ؟ ودي تيجي؟ أيوة حتة حشيشة حلوة. زكي امسك رزقك في رجليك، خد. التذاكر يا متر، مع السلامة. شكرا حاج سلام. أستاذ مصطفى خلف المحامي. أيوه. مباحث المخدرات الشنطة دي بتاعتك؟ أيوه يا فندم. تسمح لنا بتفتيشها؟ معاك إذن نيابة؟ أيوه اتفضل. واضح إنكم عاملين حسابكم. الشنطة فيها أوراق مهمة وفلوس. تسمح لي أفضي محتاط الشنطة بنفسي؟ اتفضل. دي اتعاب القضيه اللي كنت بترافع فيها، وده جلابيه وفانيلا ولباس وكنت بايت، ده شبشب، وده علف القضيه، ودي حته حشيش ما لهاش دعوه بيها. المره دي غصب عننا، والاول مره هنتعاون فيها مع بعض. احنا عندنا 20 حاله وفاه واحنا 5، يعني كل واحد مننا هياخد 4 حالات، موافقين؟ مفيش حل تاني. ايوه بس اياك محدش ينط من ورانا على اقل الاولاد وياخدوا منهم توكيلات. احنا هنحدد الاسماء اللي هياخدها كل واحد. في ناس كده عندها اساليب مش مظبوطه. خيري احنا هنختلف من اولها؟ طب يا جماعه والمصابين؟ المصابين ما بيجيبوش همهم، والتعويض بتاعهم قليل. يمكن حد فيهم يموت، انا سمعت ان في اصابات خطيره. المصابين هيتوزعوا بينا هم كمان. ودول هيتوزعوا ازاي؟ بالقرعه، انا رايي بالقرعه. سامي انا اخطات مع بعض. مصطفى احنا هنعك من اولها. يا سامي بتختار اللي انت عايزاه. هنوزع بالقرعه. لا المصابين هيتوزعوا بالقرعه، لكن الميتين لا. مش بقول لك في ناس عندها اساليب مش مظبوطه. والله انا عملت تحريات واخترت على اساس التحريات دي، لو فيكم حد عمل زي ما انا عملت انا مستعد اتنازل له. يا اخوانا مش هنختلف، حسونا بيت دمنهوري جاي دلوقتي مندوب عن شركات التامين عشان يتفق معانا. هيتفق على ايه؟ هي مش نسبتهم بتروح لهم لغايه عندهم؟ عايزين يزودوا نسبتهم في القضيه دي بس 20%. دي سرقه علني. يعني اللي بنعمله ده اللي بنعمله ده مش سرقه يا سخيري. بطل هبل وحجبوك. المهم اذا كنا هنشترك مع بعض يبقى لازم تترفع قضيه واحده، واحد مننا يرفعها والكل يخش معاهم متضامنين. لازم نستغل الضغط الاعلامي اللي هيحصل ونتحرك كلنا في اتجاه واحد. هنطلب تعويض 1,000,000 جنيه على الاقل، هنختصم كل الجهات اللي لها علاقه بالموضوع ولو من بعيد. هنعمل ضجة، دي قضية مش سهلة مش عادية، هنستخدم بقى فيها كلام كبير قوي زي شباب مصر المستقبل وثروة مصر القومية. مين بقى اللي هيرفع القضية؟ هو حد يضرب حغير يا طربش. ادخل. يا صباح الفل والياسمين. اهلا حسونا بيه. اهلا 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 يا فندم. اهلا يا اهلا يا اهلا يا فندم. يا اهلا يا فندم. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. حيد الله. لا اله الا الله. في الأب ميت والأم بتصرف على 3 عيال تانيين من معاش أبوهم. شوف شغلك. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. بس سد عندك كده. Thank you.
جاهز وبكره هنسجله في شهر العقارات. الاولاني بالصوت على النبي. مش هينفع تروح العزا كده يا ريس. ليه يا ابني؟ ما انا حلقتي دقن اهو. شعرك؟ شعري ماله شعري؟ يا سلام. صغري ما بحبش حاجتين، الحمى والحلاقه. في حاجه كمان. ايه؟ البدله. مالها البدله يا ريس؟ انت راجل محترم ومحل ثقه، وبصراحه بقى البدله دي عمرها الافتراضي خلص من زمان، ما يصحش تروح بيها. خليك حلو يا زكي. ده اللي انت فالح فيه. اطلع يلا. ما تنساش الكرافته السوداء والجزمه السوداء والشراب الاسود عشان ليلتنا تبقى بيضة. متأسفين يا جماعة. نعم. البيت في حقكم. مش هتقدر تغمض عينيك.